مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحيفة، واللي حيقدم لكم أهم الأخبار اللي تناولتها الصحف، ونبدوها بعناوين الصفحة الأولى في جريدتنا المحلية. وعناوين الصفحة الأولى من جريدة بوابة أفريقيا: بنغازي، إعادة فتح فندق جليان السياحي بعد سنتين من إغلاقه. وقبائل كوارغلية في الزاوية تؤيد الجيش الوطني. الوسط: شركة الخليج ترفع إنتاجها إلى 210 ألف برميل نفط يومياً. المرصد: المسماري، الجيش لن يقبل إلا بتسليم الجذران لنفسه كمجرم هو ومن معه من عناصر. والختام مع ليبيا المستقبل: اختطاف إيطاليين اثنين وكنديين من قبل مجهولون جنوبي ليبيا. وبعد ما كملنا المحلي ننتقل إلى الصحف الدولية وعناوين صفحاتهم الأولى، ونبدوها بصحيفة العرب اللندنية. صراع جديد داخل نداء تونس يفتح معركة خلاف السبسي قبل أوانها. الحياة اللندنية: الحوثيون قضوا على احتياطات البنك المركزي. السفير اللبناني: طعنة أمريكية للجيش السوري، الأهداف والتوقيت. المصري اليوم: وفد أمني روسي يصل القاهرة لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ. والختام مع عكاظ السعودية: تويتر يعلن عن إضافة مزايا جديدة لا تؤثر على عدد الحروف. وبعد ما كملنا جولتنا في الصفحات الأولى للصحف المحلية والدولية، ننتقل لفقرة الرأي، واللي حنشوفوا فيها أراء الإعلاميين وشخصية العامة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش: السراج ماشي لنيويورك وشايل معاه 40 واحد بالإضافة لعائلته، ونسياسي. الدكتورة عبير منينة: ليس من قبيل الصدفة أن فنزويلا صاحبة أعلى احتياطيات البترول تعاني من الإفلاس، وفي ليبيا يبيع جذران وزمرته النفط بسعر المياه. والختام مع الناشط خالد النوايلي، مقتبسة من محمود درويش: ما هو الوطن؟ ليس سؤالا تجيب عليه وتمضي، إنه حياتك وقضيتك معا. وبنهاية فقرة الرأي ننتقل إلى لقاء الصحيفة مع الإعلامي الدكتور فوزي الحداد. دكتور فوزي، هناك من يشجب دور مبعوث الأمم المتحدة السيد كوبلر، ويتهم البعض بتأصيل الانقسام بين حكومات وبين الفصائل الأخرى المتنازعة على السلطة، فما هو الدور المناط به أو المتوقع أن يعمل به في الفترة القادمة، وهل هو فعلا ستتم إقالته أو استبداله، أم أنه سيستمر؟ وإن استمر، ما هو دور النشطاء ودور الآن النخبة السياسية اتجاه بعض تصريحات المستفزة للفصائل التي تحاول فعلا رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة؟ نعم، أنا أرى أن السيد كوبلر صحيح بذل مجهودات كبيرة باعتباره ممثل الأمم المتحدة، يعني طرف حيادي، لكن لا شك أن بعض تصرفاته أو في غالب تصرفاته قد يعني جعلت بعض الأطراف تتهمه بعدم الحيادية. حتى الآن تمثل هذا الأمر في رفض قائد الجيش المشير حفتر الالتقاء به أكثر من مرة، واليوم أيضا سمعت أن السيد أقرى صالح لا يزال يرفض الالتقاء به مرة أخرى، بمعنى أنه أصبح طرف في المشكلة وليس الحل. من المفترض أن يكون هذا الرجل حيادي وأنه يلتقي بكل سهولة بجميع الأطراف، لكن هذا الأمر الذي فرض نفسه على الساحة قد يعجل بانتهاء فترة ولاية هذا الرجل. وأنا أرى أنه من الأفضل ما دام هناك مشاكل أصبحت شخصية مع هذا المندوب، باعتبار أن المنظمة الدولية منظمة حيادية ولها الكثير من المندوبين المحتملين، لماذا لا يتم تغييره إن كان في تغييره مصلحة، خاصة وأن الليبيين الآن وهم يجتمعون في القاهرة لا يعولون كثيرا على دور أممي. لاحظنا أن بعد إصدار الجيش على المواقع النفطية أصبح الليبيون أكثر قربا من بعضهم للتفاهم، هناك عزل كبير للمتطرفين ولدعاة الحرب، هناك مؤتمرات للمصالحة وتجري في أكثر من مكان في ليبيا، هناك دعوات كبيرة لهذا الأمر، وهناك أيضا دعوات تريد أن تجنب البلد أي تدخل أجنبي في الأمم المتحدة. نعم، أعتقد أن الأمم المتحدة الآن يعني ينبغي عليها أن تقوم بدور أكثر فاعلية. كوبلر يعني لم يوفق حتى الآن، ولا أظنه يعني سيوفق إن كان مستمر بنفس العقلية، خاصة إذا ما استمر السياسيون الموجودين خاصة في البرلمان وفي الجيش في رفض الالتقاء به، فكيف إذا سوف يبلور رؤية معينة لأحد؟ نعم، الدكتور فوزي الحداد كنت معنا على قناة ليبيا الحدث في برنامج الصحيفة، شكرا جزيلا لك. وبنهاية لقاء الصحيفة ننتقل إلى الصفحة الأخيرة مع اليوم السابع.
أمريكية تحتفظ بجثة والدتها في الثلاجة. ألقت السلطات الأمريكية القبض على سيدة أمريكية في ولاية شمال كارولينا بعد تبين بيعها ثلاجة لجارتها تحفظ بداخلها أجزاء من جثة والدتها المختفية منذ أغسطس 2015 وفقا لما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية. وكانت مارسيلا جين 56 عاما باعت ثلاجتها إلى جارتها في مايو الماضي مقابل 30 دولار ناصحة إياها بعدم فتح الثلاجة في الوقت الحالي لأنها تحتوي على كبسولة زمنية تخص أعضاء الكنيسة. وفتحت الجارة الثلاجة لاحقا لتعثر على أجزاء من جثة آن ماروش 75 عاما والدة جين لتبلغ الشرطة اللي أجرت عملية بحث لإلقاء القبض على جين اللي غادرت البلدة بحجة زيارة والدتها اللي تعيش بدار المسنين بولاية فرجينيا. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على جين نهاية الأسبوع الماضي متهمة إياها بعدم الإبلاغ عن وفاة والدتها اللي تبين أن وفاتها كانت طبيعية بعد تشريح أجزاء الجثة المحفوظة داخل الثلاجة. وإلى القدس العربي، يجب التخلص من آخر سيارة تعمل بالبنزين خلال 20 عاما. قالت دراسة الخميس أن وضع العالم على الطريق الصحيح للحد من الاحتباس الحراري يتطلب التخلص من آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035. وذكرت الدراسة اللي أجرتها مؤسسة كلايمت أكشن تراكر بدعم من ثلاث جماعات بحثية أوروبية أن هناك حاجة للتحول جذريا نحو استخدام السيارات الكهربائية النظيفة بيئيا وكفاءة الوقود، بما أن وسائل المواصلات مسؤولة عن انبعاث نحو 14% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي ديسمبر حدد قادة العالم خلال قمة في باريس هدفا وهو وضع حد لارتفاع درجات الحرارة بما لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تتواصل الجهود لدفعها لأقل من 1.5 درجة مئوية وهو هدف تحقيقه أصعب بكثير. ومع كاركتير الصحف العربية نكون وصلنا لنهاية البرنامج. وفي الختام صحيفتنا معاكم لحظة بلحظة.
عليم الله محلاك يا بلادي ما كيفك حال بيعيشوا اليوم ضناك يردوكك يا عهد الجد عليم الله محلاك يا بلادي ما كيفك حال بيعيشوا اليوم ضناك يردوكك يا عهد الجد والجيش اللي بيجاك والجيش اللي بيجاك غير عزك ما يشوف فحال الجيش اللي بيعز الجيش هيبة وخيسند ما يقدر والي هزا يدافع ويهاجم ويصد الجيش اللي بيعز الجيش هيبة وخيسند ما يقدر والي هزا يدافع ويهاجم